على إثر عملية نوعية تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين ترك وبالتنسيق مع أفراد السرية الإقليمية لأمن طرقات بوهران من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة مختصة في الاعتداءات على المواطنين وسرقة السيارات، وذلك باستدراج ضحاياهم عن طريق فتاة إلى أماكن محضرة مسبقا مستعملين أقنعة لإخفاء ملامحهم. الشبكة متكونة من 6 أشخاص من بينهم امرأة يبلغون من العمر ما بين 25 إلى 45 سنة وينحدرون من بلدية بوسفر. التحريات التي قاموا بها أفراد الفرقة مكنت من تحرير الرهينة صاحب السيارة الذي كان مكبل الأيدي والأرجل على مستوى إحدى الشقق المستأجرة، واسترجاع السيارة المسروقة من نوع رونو ماستر في مدة لا تتجاوز 6 ساعات، كما تم حجز أسلحة بيضاء والعتاد المستعمل في العملية في انتظار تقديم الأطراف إلى الجهات القضائية المختصة.